دفن الطفل بعمر الورد في هذه الحفرة لعامين قد مضت بعد جريمة بشعة تعرضت لها. مجرمون خطفوا حياتها لأجل شهوتهم ونزواتهم وقتلوها بدم بارد ودفنوها هنا، لكن كلب حراسة كان الفيصل في كشف هذه الجريمة. متشردة، قلنا لها تشتغلين ويانا، هي بالبداية قبل رفضت، وراها قنعناها قلنا لها تشتغلين ويانا حسب الراتب شهري بالشهر 650، فاقتنعت وجدت ويانا. يعني اللي نريد نوصل له مو على مود الشغل أو شيء، لا، بوقتها من كنت أقنعها رفضت، واني احترق قلبي وضجت بوقتها، كان أضربها بالسكينة. أنا اشتريت مشتل من العظمية، فاشتريته من صاحب المشتل. عندي حيوانات كيناي، فعندي خلف المشتل ساحة حديقة، فربطت حيوان ظل يحفر ظل يحفر ظل يحفر وما يشرب ماي، نجيب له ماي نجيب له الأكل بس يحفر. طلع عنا عظم صغير، العظم ظل عندنا احنا شك بالعظم، يعني العظم لا مال تكرمون جثة مال كلب ولا هاي. فثاني يوم احنا رجعنا طلع عندي شك ثاني، قفلت المشتل وحفرت، انحفرت طلعت لي يعني اعضاء مال بشر. توقفت انا خفت بنفس الساعه، رحت المركز العظميه بلغت بيه، جموا مركز العظميه قاموا بالواجب على حسب الاصول. ثلاث شبان استغلوا ضعف الطفله وتجبروا عليها في ساعه الحادثه، لكن ساعه الله عليهم كانت اشد وقعا، وجبر الله بخاطر الضحيه وكشف الحقيقة وأطاح بقاتليها لتحقيق العدالة في الدنيا، وينتظرهم أيضا عدالة الآخرة. حقيقة عن طريق قناتكم وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن نوصل رسالة للأشخاص ذوي المجنى عليها أو الأشخاص اللي يعرفونها يزودونا بالمعلومات البغية التواصل إلى ذويها لإكمال مراحل التحقيق وتدوين أقوالهم بصفة مدعين بالحق الشخصي. الحمد لله والشكر، دم هاي الطفلة البريئة ما ضاع، والحيوان اللي يقولوا اللي تميز احنا نسميه بالوحشية هو اللي لقى هاي الطفلة واللي فضح هاي العقول اللي ما اعرف يعني شو اوصفها، مريضين نفسيا زين، من انسان يعني يشتدي نفسه على طفله. هنا ضاع الحق مره وسيعود مرتين. قد تبدو هذه الجريمه لنا هي الابشع، ولكن من يدري اي جرائم اخرى يغطيها التراب لم تكشف حتى يومنا هذا. من هنا حيث قتلت ودفنت حنين، ندى المرسومي، التغيير.